السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيارة الدريم لاينر 787 787 درجة الأعمال نحن فيها الآن. أحب أعرفكم عليها. إن شاء الله ما يكون صوتي واطي، لوضح إن إحنا في درجة الأعمال اللي هي طيارة البوينغ 787 787 اللي هي اسمها دريم لاينر. من شركة بوينغ طبعا. تكلفة المشروع 32 مليار دولار. سبحان الله. يسموها طائرة الأحلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طائرة دريم لاينر بوينغ 787-787 درجة الأعمال. أحب أعرفكم عليها. نشوفها مع بعض. هذه الطيارة، طيارة الأحلام كما تسميها بوينغ. تكلفة المشروع 30 مليار دولار للطيارة هذه. هذه مسافة الأرجل. هنا في ال أبو قاسم اليو اس بي والتحكم، حتى هنا في مصدر طاقة 110 110 فولت طبعا. هذه مسافة الأرجل أكرمكم الله. المقعد فيه مقعد فاضي هنا. هذا المقعد تقريبا هو فاضي. طبعا هذا التحكم. خدمات عسير وعلبة. الحزام زي تعليق الملابس. المقعد كله أدراج ما شاء الله. شراب للنوم للعيون. فرشاة، معجون، كريمات. مشكلة ماسك الكاميرا بيد و هاند كريم. بقرا في هذا واثر الفيس مش مظبوط، الفوكس مش مظبوط. ايوه
الفكرة ما عرفت شو هو، بس عشاني ماسك الكاميرا بيد واحدة. فنجان قهوة ضيافة. هذا اللي نشوفه اللي هي أوضاع المقعد، هذا النور، النور اللي هنا قلنا عليه قبل شوية، هذا يخفف ويقوي، هذا الأوضاع، هذا النور اللي تحت القدم. هذه الوجبة طبعا هو في منيو يعطوكوا، هذه المشكلة لما راح تصفح بواحدة في منيو يعطوكوا وانت تنقي. الحين هذه السلطات المقبلات ستارتر على قولة، والشربة شربة الدجاج انا اخترت على قول ال الله خليها بعدين بلاش الطول. طبعا في وجبة فيها يعني الطبق الرئيسي لسه جاي، طبعا عناية خاصة. أنا كل ما اكتشف ميزة أقول لكم عليها. هذا عشان ترفع وجبة الدجاج. يعني ما شاء الله أطقم فاخرة. بعد التحلية، بعد التحلية، بعد الأكل التحلية. يعني مع التحلية والحلا بقوم يعني شوف ملاعق جديدة ناشف. سفرة كله بيجي يعني عناية صراحة جميلة. ما زال يعني الحمد لله الخطوط السعودية حريصة على توفير مسجد طيارة. قبل الوصول تقريبا يعني ساعة شيء برضو وجبة خفيفة. معلومة دوبي عرفتها اللي هي 787 اللي هي 700 بوينغ 788، ما فيها درجة ولا درجة العمل بس. كابن كرو سيكيورد كابن فور لاندينج.